طروحات السيد أمير يعني يستخدم المنطق، حتى لو اختلفنا في المنطق الذي يستخدمه. هاي على قولة العراقيين، ما دام قال أنا اليوم عراقي نقول له بالتعبير العراقي هاي فاول، أتمنى عليه ما يحكيها بعد ما والله قدموها عربون قضية طائران. بكل تأكيد الكل يعلم قضية وجود الطائرات بعد حرب الخليج الأولى، وسبب أنه واحدة من الإشكاليات التي كثيرا ما قدمت فيها الحكومة عن طريق وزارة الخارجية رسائل الاعتراض عندما يعني لم يعيد الجانب الإيراني الطائرات العراقية. ما أريد أن أقوله في خلاصة هذه البرنامج، يعني اليوم مدام الرفيق أمير ببغداد، خلي ناخذ بجولة أشو نعرفه الرفيق على ليش؟ بقية المناطق اللي موجودة، مو فقط شلون أشو آخر الرفيق؟ رفيق، ما هاي الرفيق الأعلى موجودة بالقرآن، موجودة بالقرآن هاي، لا والله هاي حسكة، يعني من هاي باب الصداقة والمودة، هاي حرشة المودة أبو جعفر، والمحبة. هاي لا حرشة، لا لا والله لا لا، من باب الصداقة والمودة، ليس إلا ليستمع لكل، ليطلع على جغرافية العراق وليستمع لكل أبناء الشعب العراقي. لماذا هنالك هذا الموقف الرافض لإيران؟ عندما أقول هذا الشيء من باب التشخيص الذي يحتاج إلى علاج، ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة الجارة إيران في أن تكون الشعب العراقي يكون رافضا أنا انتهى للجانب وقتي الإيراني أستاذ حيدر. بهذه الطريقة. يعني سبب السياسات منكم الخاطئة هي التي تسببت بمثل هذا الموقف، ولذلك يعني 10 ثواني، ولذلك من يريد صالح العراق وصالح إيران عليه بسياسة مراجعة لمعرفة أن إيران الثورة كما بدأت سأنهي، لا تحقق لا مصالح العراق ولا الاستقرار للمنطقة ولا صالح العمق الإيراني. شكرا لكم ضيوف الكرام، أنا بالسابق السيد حيدر الملا والسيد أمير الموسوي من بغداد. غدا بإذن الله تعالى ملف جديد وبرنامج من بغداد.